اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا الشخص الصائم لابد أن يلتزم ببعض المستحبات ويمتنع عن بعض المكروهات، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكثير من الأمور المستحبة للصائم في نهار شهر رمضان، والكثير من الأمور المكروهة على الصائم في نهار شهر رمضان. واحدة من تلك المكروهات ملامسة الزوجة ومداعبتها إذا كان واثقا من نفسه بعدم الإنزال، يكره له الملامسة والمداعبة مع زوجته. على سبيل المثال، إذا أجنب مع زوجته ليلاً في وقت لا يسع فيه الغسل ولا يسع فيه التيمم، طبعاً إذا كان قد أجنب مع زوجته ليلاً يجب عليه أن يغتسل وهذا واضح، ولكن في بعض الأحيان يعلم أن هذا الوقت لا يسع الغسل، إذا هذا الوقت لا يسع الغسل يجب عليه أن يتيمم. لا، في بعض الأحيان يقارب زوجته ليلا وهو يعلم أن هذا الوقت لا يسع الغسل ولا يسع التيمم، يعني يقارب زوجته ليلا في وقت لا يتمكن فيه من الغسل ولا يتمكن فيه من التيمم أيضا، ما هو حكمه؟ فهو ممن تعمد البقاء على الجنابة بمجرد أن يصبح عليه الصباح، فهو ممن تعمد البقاء على الجنابة، بالتالي يشمله نفس الحكم. ما هو؟ يعني يجب عليه القضاء مع الكفارة. بلي، بالتالي لابد للمكلف أن يتعلم كيفية التيمم، ولابد أن يباشر الغسل قبل طلوع الفجر فيما لو أجنب ليلا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم بفضله وبمنه وببركة محمد وآل محمد.